هي مأزمة على الكل. معلش برضو في ناس بتخاف تشرب من الشارع، الدنيا واقفة أصلا على الناس كلها، ما فيش حد شغال ولا في أي حاجة شغالة الحمد لله، بس ما يعني مش زي برضو مش زي ما الدنيا كانت شغالة الأول. ده أنا فاتح كافيه وقفلت، فاضطريت إن أنا أفتح العربية دي. أول ما بفتح الصبح بعقم كل حاجة، بغسل الدنيا عندي هنا بخور وبرش وبعمل كل حاجة. يعني هي كل الناس خدت احتياطاتها، فما ما فيش كل حتى كل اللي بيجي لي هنا كله لابس كمامة بتاعتي، كل حاجة زي الفل، ما فيش أي حاجة. واللي بيجي لي بديله المشروب بتاعه في العربية بتاعته وبيمشي، ما فيش حد بيقف. بعدين احنا كشعب مصري يعني كلنا بنسيبها على ربنا. أسعارنا كلها 5 جنيه و6 جنيه، أسعار 10 جنيه، يعني الأسعار حتى أقل من الكافيه بكتير. أو إحنا في وقت أصلاً ما ينفعش حد يغلي حاجة على حد خالص. العربية دي أفضل دلوقتي، يعني أفضل طبعاً، مفيش كافيهات فاتحة ولا في أي حاجة فاتحة. دلوقتي بقى افضل. انا لسه بدرس، فانا يعني متجوز اصلا ومعايا ولد، فهعمل ايه؟ يعني انا لو مش اشتغلتش دلوقتي هعمل ايه؟ انا في مصاريف دم، في مصاريف معهد، في مصاريف طفل، فانا اجيب ده منين دلوقتي؟ يعني المفروض يعملوا لنا حتى ترخيص، يعملوا لنا حسب مثلا ضريبه في الشهر ندفعها عادي، مفيش مانع. احنا كده كده مركبين مولد كهرباء ومركبين كل حاجه، فما ولا بناخد كهرباء من عمود ولا بناخد اي حاجه، الوقفه بس. يعني احنا حتى مفيش ولا زباله بنرميها في شارع ولا اي حاجه. كان مكلف طبعا ان انا اشتري العربيه، يعني معلش مكنه زي دي كانت ب 6000 جنيه وب 4000 جنيه، دي النهارده 18000 جنيه وب 20000 جنيه عشان اشتري مكنه زي دي. مش عايز حاجة تاني، وانا كده الحمد لله، بس انا يشيل عنا يعني الوباء ده.